الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024، واتضح من التقرير الصادر بمقارنته طبعا بنفس الفترة في رمضان 2023، اتضح أنه في زيادة ملحوظة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74%، وده في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول لتسعة مليون مستخدم جديد. يعني نسبة كبيرة جدا طبعًا. خلينا نعرف هي تتسق مع كمان نسبة عدد المستخدمين ولا لا، وهنعرف يعني نفكر كمان زيادة حدوث استخدام خدمات الانترنت الثابت بنسبة 29% حتى في ظل ارتفاع اعداد مستخدمي خدمات الانترنت الثابت ل 800 ألف مستخدم جديد. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية وتحليل اوفى مع المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات الموجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا فندم. وهم نتكلم على هذه النسبة، يعني بتكلم تقريبا على لو نفس التوقيت ما بنقارن ما بين 2023 رمضان 2023 ورمضان 2024، استخدام خدمات الإنترنت المحمول زاد بنسبة 74% مع زيادة عدد المستخدمين ل 9 مليون مستخدم. النسبة دي يا فندم تتسق كمان مع رقم أو عدد المستخدمين الجدد؟ صحيح يا فندم، هي النسبة دي شاملة جميع المستخدمين موجودين على الانترنت، ولكن تتوسع النسبة دي على المقاطع الفيديو القصيرة اللي هي زي مقاطع الشورتس تيك توك الريلز. المقاطع القصيرة دي هي أكتر نسبة تم مشاهدتها إلى الآن على الانترنت، وسبق برضو السنة اللي فاتت أن أنا وضحت أن مقاطع الريلز أسرع انتشارا في توصيل المعلومة وتوصيل الـ حتى المبيعات، برضو بقى نسبة المبيعات من خلالها نسبة كبيرة جدا. حتى لحد دلوقتي بلغ عدد صناع الفيديوهات القصيرة أكتر من 28 مليون صانع فيديو قصير، وعدد ساعات المشاهدات حوالي 10 مليون ساعة يوميا. يعني المقارنة بين رمضان 2023 ورمضان 2024 زادت بنسبة 41% يا فندم. فدي أول حاجة هنبدأ بيها كده دلوقتي، إن هي المقاطع القصيرة دلوقتي هي المقاطع أكتر مشاهدة على الإنترنت إلى الآن. يليها برضو البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني معروف اللي هو خدمة المراسلة بين البريد والبريد، ودي بتعتمدها أكتر الشركات، ولكن بريد إلكتروني زي مثلا جيميل وياهو هوت ميل عدد المستخدمين وصل فيه 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة يوميا أكتر من 15 مليون رسالة. طبعا النسبة زادت بأكتر من 30% مقارنة برمضان 2023، فدي نسبة كبيرة جدا. برضو بعد كده نيجي بحث الخرائط، وهي خدمة البحث عن الأماكن والأصول إليها يعني عن طريق جوجل مابس وغيره. طبعا دي بتشترك برضو بالناس اللي شغالة على الـ وحدات التوصيل بدون ذكر أسماء، التطبيقات التوصيل، لأن تطبيقات التوصيل برضو بتستخدم بعض من الخرائط، فبالتالي احنا جمعناها مع بعض وبلغ عدد المستخدمين حوالي 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 58 مليون عملية بحث يوميا، يعني تقدر بنسبة 81% مقارنة برمضان اللي فات. فبالتالي هنا نقدر نقول ان كل تطبيقات التوصيل وكل تطبيقات البحث عن الخرائط متفقة تحت بند واحد، فهنا زادت بنسبة 81% مقارنة عن رمضان اللي فات. طيب مشاهدة المنصات من اجل المحتوى الترفيهي، ده برضو اكتر نسبة موجودة بين رمضان اللي فات ودلوقتي، لأن مشاهدة المنصات اللي هي الترفيهية من أجل المحتوى الترفيهي دي عبارة عن المنصات المحلية زي واتشيت وغيره. المنصات دي تكون يعني بديلة للتلفزيونات، لأن أنا كده كده دايما بطلع بقول إن التلفزيون دي وحدة أساسية دلوقتي عندنا إن إحنا نتفرج عليها، ولكن بعد كده هتكون وحدة أساسية لأن إحنا نخش وندخل من المنصات. يعني بعد كده حضراتكم البرامج هتكون برضو بث مباشر على المنصات المحلية اللي موجودة. طبعا إحنا عندنا منصات قوية جدا، وفي نفس الوقت بلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة يوميا، يعني في زيادة 41% مقارنة برمضان 2023. وطبعا التسوق الالكتروني، هنا بقى هنقف عند النقطه دي. المفروض طبعا يكون التسوق الالكتروني يعني بحد علم جميع المواطنين انه هيكون زائد عن رمضان اللي فات، ولكن التسوق الالكتروني انخفض بنسبه
3% مقارنة برمضان اللي فات. ليه بقى؟ أنا عايز أوضح هنا سبب الانخفاض، إنه ارتفاع الفيديوهات القصيرة بشكل سريع جدا، والبيع بيتم من خلالها، يعني الشورتس فيديو اللي هي التيك توك والريلز وكده انتشارها بيكون أسرع، فبالتالي الناس بدأت تدخل على منصات الفيديوهات القصيرة عشان تشتري المنتجات بتاعتها بشكل أسرع وبشكل أقوى. فبالتالي هنا عكس بصورة سلبية على منصات كبيرة اللي هي منصات مثلا بدون ذكر أسماء، المنصات البيع والشراء اللي هي أهم 5 منصات في مصر، فانعكس بشكل سلبي عليها. هنا برضو نقدر نقول أن الريلز والتيك توك أو الفيديوهات الطولية هي المستقبل في كل شيء، برضو في موضوع الانتشار السريع. طيب باشمهندس أحمد، في التقرير بيتكلم عن الإنترنت المحمول، هل ده اللي هو اللي هي الداتا، يعني الموبايل داتا؟ هو الانترنت المحمول هو الموبايل داتا اللي هي موجوده خارج المنزل، خارج الاتصال الارضي يعني. بالظبط كده. تمام، جميل جدا. ده معناه بقى ان الناس بدات تستخدم الموبايل بكثافه في الخارج في الشوارع وكده؟ هو كده كده الناس طبعا في ارتفاع زايد جدا ان تستخدم الموبايل في الخارج بشكل كبير، وخصوصا برضو في سهولة الحصول على المعلومة دلوقتي، وسهولة برضو وكترة المنصات برضو يا أستاذ محمد. كترة المنصات دلوقتي خلت الناس خلاص، الأول كنا بنقفل الإنترنت في فترة معينة، لكن دلوقتي لا، في منصات بتجيب لك مسلسلات وأحداث المسلسلات، في منصات بتجيب لك الأخبار، في منصات بتديك المعلومة أول بأول بشكل سريع جدا. فكترة المنصات دي بتخلي الواحد لا يفتح داتا دايما، وسهوله التواصل بين الاخرين في الدول الخارجيه مثلا، يعني في ناس بتكلم قرايبها في دول الخليج او دول خارجيه ثانيه، فبالتالي بتحتاج تفتح داتا بره، فدي برضو محسوبه من النسبه دي. باشمهندس، طيب يعني برضو بالمقارنه بسؤال شاذلي، فعلا زاد عدد المستخدمين وعدد ساعات استخدام الموبايل داتا او حتى الانترنت المحمول، لكن ده بيقابله انخفاض كمان في استخدام الانترنت الثابت. بالظبط كده. او الانترنت الثابت دلوقتي بينخفض تدريجيا، وده الشيء اللي انا كنت متوقعه برضو من سنوات ماضيه. بس ليه يعني؟ هل الناس في البيوت مش بتستخدم الانترنت؟ لا بالعكس، هي الفكرة كلها انه اكتر الاستخدام من الانترنت اللي هو الانترنت الموبايل داتا، الانترنت الخارجي، لانه هو ده يعتمد على الموبايلات اللي موجودة خارج المنزل، لانه كده كده الانترنت الثابت ده بيكون وحدة مش متنقلة، وحدة ثابتة في المنزل او في العمل بس او في بس في باشمهندس يعني الناس وهي في البيت بالعكس هي بتوفر عشان تستخدم الانترنت الثابت، حتى لو في حد عنده تلفزيونات اللي هي السمارت تي فيز برضو بتستخدم الانترنت الثابت، ولكن بتستخدمه بشكل محدود. زي ما حضرتك قلتي سمارت تي فيز مثلا، او وحده الالعاب اللي هي برضو مدرجه تحت الخبر بتاع الانترنت، ولكن ده بشكل محدود. ولكن بشكل اوسع وبشكل متفرع الموبايل داتا هي اكتر من الانترنت الثابت، وهتغطي على الانترنت الثابت، لانه كده كده برضو بيكون في عروض اكتر على الموبايل داتا، فبالتالي الناس بتلجا للموضوع ده خارج المنزل واحيانا برضو داخل المنزل. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا لحضرتك.